السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، تقبل الله طاعاتكم يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم يتكلم عن عطرين أثاروا الجدل في رابطة العطور أو في عالم العطور بشكل عام، مش كجمالية ولكن كاختلاف الآراء وكقوة أداء، ألا وهما عطرين، عطر مانجونيفيسنت وعطر ماشومارو. راح أتكلم عنهم بشكل سريع، ولكن قبل لا أتكلم أبغي أقدم جزيل الشكر لعطورات الفرات. فرات لبرفام من عمان قدموا لي كثير من العطور، على أهم العطورات اللي قدموها لي بالنسبة لهم وكذلك بالنسبة لي أنا كتجربة هي عطورات أدلين. أدلين راح أتكلم عنهم مستقبلا إن شاء الله بشكل مفصل، لكن اليوم في عندي عدة عطور قبل لا أدخل في فيديو اليوم. أول شيء عطر كمبودي بيور برفام. العطر هذا جميل جدا، من أجمل والله من أجمل عطورات العود. يعطيني شخصيا في عود سيوفي أعطاني صديق لي، يعتبر من أجمل عطور أو من أجمل أدهان العود السيوفي اللي مرت عليه، من الأدهان اللي مستخلصة بشكل جدا جميل ونظيف وايد حلو. هذا العطر وايد يذكرني فيه، فعلشان كذي وايد حبيته. طبعا يفضل للشتاء. العطر الثاني من لوميري ما ادري شلون ينطق، واسم العطر ايرينا. هذا العطر من العطورات اللي ماشي عندهم في المحل كثير، لكن بشكل شخصي ما عجبني العطر، ما اشوف انه سيء، اقدر اقدره، ممكن استعمله عادي ما يضايق الناس اللي حولي، بس انا ما استمتع فيه، علشان كذا ما استعملته كثير. في مكونات كثير في العطر، على اهمها القالب الخشبي المزين بلمسات سويتيه من الزعفران وكذلك ثقيله من الجلد. طيب ندخل في العطرين الاساسيين. العطر الاول هو ماشومارو، عطر المارشميلو. اول نقطه راح احب اني اذكرها ان العطر المفروض انه يجيب ريحه المارشميلو، لكن بالنسبه لي العطر ما جاب ريحه المارشميلو الفلافي الكريميه هذه اللي احنا متعودين عليها، اللي مرات تعطيك كانها ريحه ويبينج كريم هالشكل، الكريمه الخفق، حلوه الخفق هاي. المهم فالعطر بالنسبه لي جاب ريحه سويتيه صناعيه حاده جدا في بدايه العطر. امانه يوم يبرد العطر يصير اجمل، ياخذ لمسات كانها جايه من الفانيليا بطريقه سويت مع دخول زهري معتدل وجميل، ولكن احس انه يميل اكثر للنساء. اكثر شيء راح تكون متاكد منه في العطرين اللي موجوده هني وكذلك عطور يونيك لكجري بشكل عام هو الاداء، ثبات وفواحان عالين جدا وما تخاف عليهم من هالشيء. يعني انت ممكن تحط ثلاث رشات وخلاص تكفيك اليوم كامل، حتى ممكن الفنيلة أو الثوب تستعملها وتكون الريحة ثابتة حتى اليوم اللي بعده. طيب هذا الشيء المهم اللي يحبه كثير من الناس، لكن أنا شخصياً تهمني جمالية الريحة، ويهمني كذلك أني أنا شخصياً أستمتع في العطر. في ناس يحبون العطر ومدحوه كثير، لكن أنا شخصياً صراحة ما أستمتع في العطر ولا أشوف نفسي أني بشتريه. يعني لو كان قدامي وحصلته بسعر مميز أنا ممكن ما أشتريه. يعني شكراً للفرات أرسلوا لي إياه، طبعاً هم عندهم كمية كبيرة حق الناس اللي تبي تروح تجرب وتشوف العطر، لكن أنا شخصياً ما استمتعت في العطر. مكوناته كثير طبعا، اللي يبي يقرا المكونات يقدر يدخل على فريغرانتيكا ويدخل على موقعهم يقرا، وحتى في البوكس مكتوبه. بشكل عام يحمل الطابع السويتي، عطر سويتي جدا، لكن افتتاحيته صراحه لازم انك تتجاوزها. اذا تجاوزت من الافتتاحيه ذيك الساعه راح تعيش اجواء العطر. خلينا نجرب العطر اللي بعده. انا مرت علي عطور مانجا كثير، على اكثر العطور اللي ممكن راسخه عندي في بالي عطر امتلكه هو عطر مانجو سكين من فيليان برفيمير. العطر هذا يوم يبرد يصير وايد سويتي وايد نسائي. هذا الاستعمال كله كان في اول فترة، بعدين زهقت منه وعقبها كلش ما استخدمته صراحة. ما اقول ان العطر سيء، ولكن مليت منه بسرعة واشوف انه يميل نسائي اكثر، ما استمتع في ريحته. العطر اللي تمنيت يكون عندي من عطورات سترينجر، الشركة تايلندية اعتقد، واسم العطر سولتد جرين مانجو. سولتد جرين مانجو هنا جاب ريحة المانجا اللي انا ادورها صراحة. هذا احبه، اشمه اول ما ارشه واشمه كذلك يوم يبرد، جميل. هذا العطر فعلا جميل، وان شاء الله يا رب يكون عندي في فترة من الفترات. اما عطر مانجونيفيسنت، عطر مانجونيفيسنت من يونيك لكجري اقوى منهم كلهم، خلاص الموضوع منتهين منه كأداء، لكن كرائحة. طيب
اول شيء العطر، اول ما ترشه وتنطر عليه شوي دقائق، طبعا اول ما ترشه وهو هناك انت راح تشمه من قوته، طيب، وفي الرطوبه وحتى في الجو البارد. طبعا العطرين لازم انطر عليهم من الجو البارد عشان اقدر اقيمهم بشكل افضل، لكن انا اعطيكم تجربه مبدئيه اللي هم ماشيمارو والمانجو نيفيسنت. اول ما ترشهم الريحه على طول بتصفقك، يعني وايد تكون قويه وتشمها، ولكن هني يوم يبرد العطر يصير مقبول اكثر. ولكن على وصف واحد من ربعي يقول العطر كانه ريحه تانج، ريحه المانجو مال تانج. في واحد ثاني من المتابعين مره كتب لي في رساله، كتب ريحته ريحه السيروب مال الفيب، مال الفيب السجائر الالكترونيه، ريحه المانجا اللي هناك. انا عن نفسي شميت السيروب البامب اللي يحطونه في السموذيز وايد قريب منه، فريحه المانجا اللي موجوده في العطر نعم راح يعطيك ريحه المانجا اللي انت تدورها كريحه مانجا، ولكن الريحه كذلك تجيني صناعيه، وكذلك ما تجي ريحه المانجا الفريش اللي تستمتع في ريحتها. هني جايه مشبعه كثير، سكريه، ثقيله، مش للضروره انت تستمتع فيها، لكن اللي بيشمك يقول ريحتك مانجا صراحه، واضحه ريحه المانجا في العطر. العطر بشكل عام يفوح، يوم يبرد تصير ريحته حلوه اكثر، مقبوله اكثر. بشكل عام العطرين ما هم يعني وايد يجذبون، يعني انت تتوقع شيء، تسمع اراء الناس اللي جربته، تاخذ العطر تجربه ما يوز لك. في ناس يحبونهم، في ناس انا اعرفهم يحبون ماشيمارو اكثر، في ناس ما يحبون الاثنين، وفي ناس يحبون مانجو نيفيسنت. انا من عن نفسي الاثنين ما يوزوني صراحه. من شركة يونيك لكجري في كذا عطور، أنصحكم أنكم تجربونها، كذلك موجودة في الفرات عندكم بيفرلي هيلز إكسكلوسيف، هذا خلوه حق لشتة، لا تجربونه الحين، انطروا لين اللشتة وجربوه. جربوا كوتاي حق الناس اللي يحبون باروندا، أقوى من باروندا وفي كمية أكثر 100 ملي. واللي يحبون سول باتشولي بس يبونه بلمسة سويت يجربون عطر كراشون مي. كراشون مي كأنه سول باتشولي بس ماخذينه طابع سويتي، حاطين فيها الكراميل، كأنه على قول أبو خالد فراغرانس كويتي قال كأنه الفشار المكرمل. بشكل عام هذا كل اللي عندي اليوم، وآسف جدا على اللي طاله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.